عليش صوتها براتي. ماني سامعة. علي صوتها شوي. لا مش بس بس أولاد. مواطن أولاد بس. ولك شو بقى؟ لك شو صار معنا؟ الو ابي ابي انا بكره لمسه بس روح على البيت بشرح لك الموضوع من اوله لاخره بس في مش ابي اخي رامبو مو موافق ابنه مين ما عنده جاكي شان ماشي صاد الحكي الصح ليش مستعجلين فوق ماني عم بحكي معه انا شايف انه لازم نرجع الفروض الوظيفيه بين قبيله مثل ما بتبين الموظفين الحق علي انا إذا هيك معلش خلص قصة الموضوع ماشي كمان أنا فهمت على غلط ماشي حال الإهمار على كل مشان صوتك خذ احكي مع مدامتي مشان تعطيك دواء شافي يلا قيس الدواء كيفك مروان؟ نعم صح الحمد لله اللي ليه صوتك؟ أبوح معناتها الشبان شبانت كتير إيه لا قلت لك أنا لسه أزم إيه أنا سامحتك منيح أنا من صغري كنت مشهورة بسمعي القوي صوتي الطاير كنت أسمع ولا أنت صحي لمين؟ الطاير طاير شبك مروان شو صاير لا؟ ولا أخبر بشي بدك شي انت اللي بدك شي شو صايرة اسمع معك خط تاخد سكر نبات شو سكر نبات ابي ابي اسمعني ابني اسمعني انا نزلت على السوق بس ما في شرايب ما في شرايب نو عاجل اكلت ايدي ضروري اسمعك يعني قومي بالك ما حلو يعني ما حلو سكر التليفون مش ابني ما حلو يا مدام مشان اقعد
نفس الكلمات وشرب بابونش وهلا عم صحي انا. لك شبه انت مرتبك ومرعوب ليكون الظاهر انت مخبي عندك. شو بدنا في كله على بعضه ما بيسوى 100 ورا ولا اعطيني اخوي اخوي بفضل كده ولا بدفع انا بتحكي
تنصب عليهم لا؟ ما قصدي سيدي، ما قصدي. كيف قصدك ها؟ يا سيدي يا سيدي، اخذ مني 150 الف ليره وكلها تطرح ليره، واجو جاب لي طير مزور على وقت النهر. سيدي احنا مو زعلانين مشان المصاري، لا لا لا، نحن زعلانين على صاحبنا اللي خطر عمره خطر مشان الوصل غلط. الله يكسر ايديك يا مجرم، سبقت قتل نفس بريئه. كيف تعطينا لحم طير بتاكل لحمه؟ ما سمعت هذا شو بقول؟ ايه سيدي سمعت انه المثل هذا مو كل طير بتاكل لحمه، كنت حابب وحدي انا بحوم صيئه الفيديو كذاب كذاب، هو كان خاطب وحده ما هو اي مبدئياته. مضبوط سيدي، انت بتعمل هيك مضبوط مضبوط سيدي، هاي عفوني عليها بس انا ما قتلت، انا ما قتلت ما قتلت. رسول الله حابب مش اسال عليك دقيقه دقيقه، انا نص وحكي عليه عم بقتل؟ لا انا ما قتلت، انا ما قتلت، انا ما قتلت. كابوس كابوس ليه ليه هذا مطلوب لك حيث ليه ليه شف 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 من هون 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 شف 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 لك ليش متخبي ومرعوب وكلك عم ترجو؟ لك شو مرعوب؟ هدول ما بيعدوا لا بيحكوا، بما يسألني ما يسألني بكون رحتها. حضرتك المهندس مروان؟ المهندس مروان في شيء اعتداء حصل عليك؟
اعتداء. لا سيدي. عم اسأله له إذا سمحت لي. لا ما صار شيء. ما صار شيء. اشرف معنا. لوين؟ على المطفر. أنت موقوف بتهمة البلاغ الكاذب. يا سيادة النقيب، صحيح أنا نسيت التقدير، لكن ما بلغ الكذب. أساساً ما بدنا نجينا معكم. مظبوط سيدي، هو خاف على مروان، وفي ذلك الأثناء صرخ مروان أفلت السماعة من يده. وليش لا يصرخ؟ لأنه طلع الطير بوشه. عفواً لحظة بس سيادة شو من كان؟ عطيه الطير بكري. طير سامر 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 شو؟ هاي طير سيدي أقول لك أخبرنا بك على التليفون أبو الطير بوشه سيدي أبو أخوه ما أخاف يعني ما في شيء. أبداً أبداً سيدي. بعدين الأستاذ وجوزته ناس محترمين حضرته بيكون مدير عام الشركة اللي بيشتغل فيها صار المهندس مروان، وله عادة يتصل بالموظفين بالليل بكل الموظفين هاي اللي عنده يطمن عليهم بقى برضا عليك. لا جازوا على فعل الخير غير بالخير سيدي. تكرر عينك مدام، وانت لا تبلغ الا حتى تتاكد من صحه البلاغ. حاضر يا سيدي. يلا خاطركم. مع السلامه. خير الله يرضى. ايه ماشي مع السلامه مهونه. مع السلامه. مستمر؟ شو رايك نروح ندق له ونشوف شو صار معه؟ هاي صار له ساعه وشوي غريب. أنا رأيي أجلها للصبح. حاكم بدني حاطي مو جاي على بالي هلا. لا تعمل لي حاطة طماطم، مشي خلينا نروح عند أنا ونشوف شو صار معهم. تحرك. يعني هذا رأيك الأخير؟ إي نعم. شرف داني شرف 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 شرف. يلا بنزمكم يا رب. أنا كمان ضايع على دورتي. أيوه شباب. شو شباب وين شايفك أنا؟ مين؟ لا تواخذنا عليه وسهلين فيك. عليه عليه مدام. ابو طمنولي على بكري بس يصحى ماشي. اذا بدكم اي شيء انا فوق بغرفه. ما بدنا شيء روك يسار. شو هو؟ يلا ماشي تصبح على خير. شو تصبحوا على خير؟ فنجان قهوه على شيء يعني. والله يا مدام ما في مجال اليوم. اجيها يوم ثاني. يلا بتجي شيء؟ سلامتك. مبسوط؟ مبسوط على وضع المحل اللي حطيتي فيه. معلش معلش سامحوا هالمره سامح هالمره. انت حضرتك المدير ونحن مش ظهرنا فيك. ما شفت شو حكيت انا مع الضابط؟ حتى اسال جوزتك مو هيك جوزته؟ مظبوط مدام ما قصرتي. بس مروان فعلا بده فركه اذن. هي صدقتي فيها سياده المدير. لا يعقل انك تنسى ان مروان مجتهد وجيد بعمله وتحاسبه على 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 غلطه تافهه. خلص ولا يهمكم. يلا ماشي حالك. تريدوا شيء هلا؟ سلام تعال. يلا سلام عليكم. مع السلامة مع السلامة. مع السلامة. شو اليومات؟ كركبي كركبي. مين جاب التليفون له؟ هيه من غير شيء انا مخيول. يلا ارتحت من عيلته. بعدين منك تحكي لك بعدين بنتي. ابني لوين رايح بابا؟ ما هم مثل المهمات السابقة. ايه بس يعني هالمرة شايفتك مكتر بالغاض مو مثل كل مرة. ايه لأن المرة الماضية أتس بعض النزلاء قصدي الزملاء يعني وتضايقت كثير. هالمرة ما بدي أعتاس حدا. بعدين في من بعض هدول الزملاء اللي عم بحكي لك عليهم مصيني على حلاوة ودخان وما دخان. طيب وقديش بدك طويت؟ لا ايش بقى حسب تصدير الحكم. يمكن تتخرج من الجامعة وتتجوزي وتجيبي اولاد ما تخلص منهم. خافي الله يا ام قصي. انت بتعرفي انه ابو قصي مهذب وسلوكه حسن في ربع المدة. طب بابا شو اسمه هذا البلد اللي رايح له؟
ولاية عدرا. ولاية عدرا. ولاية عدرا. بحياتي ما سمعت فيها. إيه أي واحد ما يسمع فيها سمع بيشوف أشوف. طب مثلا هي شو بتشبه؟ ها تشبه مثلا ديزني لاند فيها هيك قلابات لفوق ولتحت ودويخات والعالم كله بقى منظم وكله لابس مقلم هيك مخطط وأنا كمان حلبس مثل مخطط. عن جد؟ سألي أمك. عن جد أمي؟ أنا ما شفت سمعت منه. مين بدي اياه؟ انت لو سامر مش عادل النهر. ايه على راسي ثواني بس لعيت لقى الاستاذ سنقوع. نعم لانه عنده ضيوف جايين من النبك. اي مشان طير النهر هذا اللي طير اي شاطر النهر. اي اذا بتسمح مره ثواني خليني اخطه وخليه يحكي معك. اهلكني هذا المهندس مصطفى هو طمني راح نادي له. لا ايه بس بتعرف شو قال لي؟ شو قال؟ عندي جماعه من النبل. وشو قال؟ قال لي من النهر. شو ليش منو هذا الطير؟ بدك انا بعرف. الو ايه ايه الو قال لي اخي ابو شامير. شو سوي سركو كمان انت صرت مبحوم؟ ايه كل اللي بينا صوت المروحه يا علي عمي دخلنا ما قلت لي شو صار معك بطير النهر؟ أبو سامي خبرني بكرة ولا لا بعد بكرة بيكون عندي خبر يقين مشان طير النهر. لو سمحت سنكوح أفندي تدبر لي يا طير بأي شكل من الأشكال. لك يا حبيبي يا حبيبي ما يسر معي 150 200 بس المهم نحن عاوزينه ضروري لطير النهر. ولا يهمك أبو سامي خلاص يعطيك العافية تهدي مكالمة. طيب يلا 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 خبر. مع السلامة أبو سامي. وسيارات الشرطة حاوطت لك كل البناية صوت رمزي طلع وانتو كنتو نايمين يبحث لي حمى أبو قصي قال لي قومي أصحي صوت سيارات الشرطة وانا ما فطر عزنك لك شو أصوى التليفون برر عندين وبيفصل شو التاني بيعمل لي صوته تقولي آخر ما صارضي هلا شو عم الدنيا عم كفي لي دار السيارات معبي اصوات الدنيا وانا فكرت عم الحين لهي هالو فصح ايه عم اقول لك يبعث لي حمى مرتين لاني انا ما صدقت ما استوعبت فكرته منام فكرته حلم هالو ندى قومي ردي جيبهم صوتي ردي الو فصح يبقى كلامك انا روح نادي له ابو قصي نادي له مع السلامه
ندى شو فهمتي لي منا؟ لا أم قصي هذا لأمي كان أب قصي نايم فصار يصيح ينادي هو نايم سيارات شرطة سيارات شرطة فهي شو فكرتو عم يحلم؟ متلكي مو عم يحلم؟ لا مين بليو؟ أهلين سهلي؟ لا أنا سنكوح الهزاوز إيه جارب الأبو اتشرفنا وين المنظوم؟ ايه نايم هزاوز هلا بس يبيني بخبرهم فضلت على راسي شوف بتقله للأفندي أستاذ مروان إنه هو مفصول من الشغل شو؟ مفصول؟ لهي مصر عراسي شو قلت؟ مثل ما سمعت مشان يشبع منهم وليش برو؟ المهندس مروان أحسن مهندس عندك في شركي بتروح لمنظوم تفصله؟ وانت شو دخلك؟ ليش بتحشر حالك بهيك موضوع؟ رفيق يعني معقول واحد يترك رفيقه بهي الزلقة من دون ما يحكي عنه كان فكرة حلوة؟ وشو بتشتغل حضرتك؟ كمان مهندس؟ مهندس ايه؟ مهندس دور اخي شلون يعني؟ لك اخي شلون بدي فهمك؟ يعني بدك تقول انا خبير بالطيور ما لك سمعان الطيور تبعوتي هون؟ اه يعني كشاش حمام يا عم قولش عم يطلع لي ريش وقنبوز على المشاريع اللي عم يقدمها الاستاذ مروان فهمت شو قلت لها؟ بتبلغه انه هو مفصول لا هذا قلت الزوق اذا إيه مروان شاطر ومرته من البيت ومسلمه للشرطه ما بيقفوا عن الشغل يحسدوا على هالنومه يبلى لها فرقته ايه يا اخي ابو سمر ما قلت لي شو رايك بالشيء اللي قلته حبيبي نعم انت لا تتدخل بنوب هلا بتروح منظبط حانا ومنطلع بعدين لعنده الحارة ومنطيله في زاوية من الزوايا هلا لا تعمليها صفر وصفر عن السنانة الرجال روح لعنده خلينا نشوف شو بده ونخبره بالشيء اللي بدها لك انت غبي بتضل طول عمرك غبي اخي هذا الموضوع لا تدخل فيه بنوب اترك لي اياه انا وبس مشي لشوف لوين لك على البيت ومنروح على السينما يعني شرف ايه يا صدوح نعم هذا التليفون جاب عندك ما كان عندي كان بخزانة روكي وانت شو حضرتك خزانة روكي انا شفت الشرطة اجى لهون يعني عم بينا قصدي قمت طلعت على السطح شو بغري ما شفت الشرطة شفناه شو ما شفناه ايه شفت الشرطة انا اجى لهون وين بدي انا طلعت على السطح لقيت غرفة روكي مفتوحة حسيت انه روكي اجى قمت فت الغزانة شو مضبوطة كده ها فت الغزانة بالغزالة اللي رمني التليفون دورت على لقيته حكيت ايه شو ايه طلع الجماعة عم يسألوا عني بدهم الطاية تبعهم الا بعد بكره ما هيك هيك انت مدور من ايدك طير ب 150 الف ورا ايه وليش عم تذكرني ليش؟ ليش؟ ما بدي اسمع منك ولا حرف ولا كلمة هذا الطير اللي بتلعب تحكي عنه انت هذا بلدي بدري شو اسمه الطير حقه 100 ورا بس 100 ورا شو عرفها؟ أنا شو عرفني؟ هلا بدك شو عرفني؟ شو بدك شو بقصد انت؟ لك ايش في سكرت ما سكرت؟ لك بتعرف اذا عرف اخوي المشتري مع قصص بوجهي قدامه؟ لا تخاف وجهك اسود وانت مين قالك هالحكي هان الهزاز ايش هو علاقه الهزاز
تليفونك هذا عنده اتصل فيه المدير وخبره قرار فصلي. يوم الفصل العالمي هات خط رقم وانا بحكي معه. مرت عمي بترجاك لا تدخلي. انا بحكي معه واذا مش الحال بقول لك. ايه شو قاعد عم تستنى لكان؟ لا اليوم اجازه. طيب يا المدير نشوفه على الاجازه. ما مرضان يعني ما لازم نشوف طبيب بالاول. مرضان يبعث لي حمى شو بوجع هيك يعني صوتي بحو حاسس سقف حاليا مخبط. ندى الله يخليكي سوي لي كاسة زبورات على راسي. صعيب ما باي انا معي شقفة سكر نبات بالشنطة افتحت امك رجب لك شقفة. تا خليه خليه خايله لك وين رحي لك شباب رايحين تتجاوز قاعد تخلق من البيت من الطيور تتجاوز شوف 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 لك مو فرفوحة فدي هذا اللي ماشي حتى بقى لك طيور وينها اسمح لنا الحمل شوي شوي ويا ويلك إذا بتفتح المنطق وزطر الأمر بدك تحكي بتحكي وتغير صوتك ما تغير حبوب نور نور شو منك السمع إيش هذا؟ إنت ما بشوف قدامي تري كتير راح أحكي لك تري النهار تري النهار إيش قلت؟ حبيبي تري قدامي من الشر أنا عمي نفس شو قلت لي اسمه الطير أخي؟ يا حبيبي هذا اسمه تري النهار شو إنت ما لك سمعني في النوم؟ سمعوا معلوم اخي عدم مؤاخذه دخيل قلبك ما تاخذنا ان شاء الله ما صار شيء طير النهار طمني دخيلك طمني على الطير طمني لا طمن يا امي طمن الحمد لله ما صار شيء انت سكت يا حبيبي انت ما بتقرر في شيء ولا ما في شيء انا بشوفه بالاول بعدين بقرر هات اشوفه مزبوط حبيبي ما في شيء طير النهار اخي انت والعميم انا عازم كل عندي على البيت اذا فيش محل روك يعني عازم اخي اخو غدا ايه والله جبتها يا ابني يلا بحي الشباب والله رح يلا شرفوا شرفوا لك انا ما قلت انت سكتي شو غدا ما غدا طول بالك غدا ما غدا شرفوا باصي بغضوا عنا يا عازم اخي اخو هاي اخي فضل اخضروا على راسي وين الطريق ليقول لك من هون كريه قدو حبيبي لك هو منين الطريق يعني لك اخي من هون ما بعيد كريه يا ميت ورضي يعني ما في مجال ترجعوا بقراركم استاذ؟ طبعا وبعد شهر شرفت تعويضاتك وبعتقد انه كلامي واضح. طب ابو صيف فصلوني وبصلوا شو على كيفهم هات اشوف انا مدير عام مبادره بحكي. الو استاذ هذا انت لسه لك وش تحكي؟ والله هذا اللي ناقصني اني اخذ واعطي مع كشاشين حمام. هذا مفكرني كشاش حمام من مدير عام الكشاش حمام ما بيعه هذا حبيبي تير النار انا ما بدي ابيعه انا اقدر لواحد قرايبي مريض لك خيو بيعه وشلو لقرايبك المريض واحد غيره ورب حكي كم انضف لك ايش بك بيعه شباب ليش ما بدك تبيعه حبيبي طيب انت قديش بدك تدفع فيه هذا تير النار لك اخي ما بيخذ بس انت وافي هذا تير النار هذا تير ما في منه بيسوى 100,000 ليرة ورجوع مدخي ما بتدرك أخي مفروض رعينا نزل له بسعر شوية ما ينتن جماعة عوادي نحن الوقف في مروان مفطر مرضان ووصفوا له كبد الطير يأكلوا ما قلنا نطلع راح نشتري إن شاء الله ساعدنا غير ساعدنا سبو صوته هو ما بحوش صوته يعني قصدي مريض بنفس المرض اللي أرادي مريض فيه نفس المرض بقى شو رأيك دخيل قلبه أخي بعشرين ألف وراء يخرب بيتي انت شو 20,000 ليره انا مكلمني 50,000 ليره لا قليل كثير شوي من عندكم وشوي من عنا اخي طيب ب 30,000 ورا حبيبي اخر كلمه انا عندي 35,000 ليره اخي 40,000 ورا اخي 45,000 يا حبيبي انا قلت لك مكلمني 50,000 ليره اخي 50,000 ورا وفرنكفورت ما بتفاوع مشي اسكتي انت انا بقرر مشي هاتي مساري انا راشي يا اخي بس خلونا نفصل بالاول
افحصي حبيبي افحصي. بس ديري بالك اذا طار منك بيديروا الغزيله على النيره. تعال يا سلام حبيبي شو عم يسوي؟ بدي احصل الركاب الميت. اخي وينك؟ انا راح اروح على البيت اجيب لك مصريات واخي بكفي عندكم. ولا اقول لك شو رايك تروحوا معي تاخذوا المبلغ شندي؟ لا حبيبي لا، انت بروح بيجيب مصاري وبيجي بيخلي اخوك بركي عنا هون. حاكم بركي انت عامل لنا كمين كتشيل هذا حبيبي. ايه على راسي ساعة وقلت كثير بكون جبت مصريات وجي. انا اسف لك ري مع السلامة حبيبي. المبلغ ما موجود عنده؟ ايه موجود سنة لو تشوفه انا بعرف وين. يعني نحن قديش بيطلع عنا؟ يعني مدام انا بدي 25,000 بعد نسبة بكري واللي بيضلوا بتوزعوها بين بعضهم حسب المدافعين. بقى شو رايكم؟ شو سالفة مروان؟ شو رايك؟ انا بدخلني اللي فيني يكفيني. خلصنا بقى يا طيب وبركي طلع مزور. لا يا مدام انا بعصب وشفته بعيني هاي. بعدين انا تركته لبكري موجود عندهم ولا بيني وبينك هن ما بدهم يبيعوه بس انا اقنعتهم. اخي 25,000 بيربح 75,000 يعني ال 50 اللي بدنا ندفعهم بيربح 75,000. حلو الكلام؟ حلو الكلام ماشي. يعني بالعربي الفصيح اللي بيدفع 10 بيربح فوق 15,000. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وهي مني 10,000 للسنكوح عفوا للهزاز. وهي مني انا 20,000 تنطح قلب. لما يبلغ 20,000 وهي مني 10,000 وهي مني 5,000 لا أهلين بسنبوح. كويس يا أخي هذول ليش وصلوا 45,000؟ لسه بدنا 5,000 يا أبو صيد. ياه وهي 4,000 مني. هاتوا شو روكي ها خلاني روكي روكي بابا بيقطع سبسل أفكاري يا مام. روكي 4,000 سجلتهم بس لسه بدنا ألف ورقم نجيب بقى يعني زي عود بسفل البناية يشحلوا. شباب عم تتلقوا في يوم أقلش حاد عن استحبوا بيوم 1,500 شباب. قديش نصر؟ 100 ورقة. الله يسلمك بدي هاي 1,000 ورقة. شو بكون اليوم؟ يعني بنشرح على الأرباح 2,500 ورقة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ألو؟ ألو؟ أهلين. ممكن أحكي مع السيد سنكوح؟ ثواني ثواني. سنكوح تليفون إلك. الهزاز يتكلم. الو الهزاز يتكلم. مرحبا سيد سنكوح انا اسامر. يعني باي شكل اليوم بدك تعمل لي هذا تير النهر يا اخي؟ الزلمه اللي حيعطيك عمره يا اخي مو فرق قد ما بيكلف. ما في اشكال بيني وبينك بس مو اليوم تعمل لي اياه. مصرياتك جاهزين انت؟ لك يا حبيبي يا روحي 150,000 ليره رح تاخذها على دورة. اخي اليوم السعباني بتشرف عندي مصرياتك معه لانه طير النهر صار عندي. عن جد عم تحكي؟ كدر خيرك الله يخلينا يا الله يوفقك. انت بتعرف تجي لحالك ولا بعدك حدا مشغلك؟ لا بعرف مش لحالي بعرف. ما في داعي تبعت لحدا ابدا. اتماني على الدور ما راح اكون عندك. عون اخي السعباني بكون عم استناك. الله يعطيك العافيه ريحت لي قلبي. تريد شي هلا؟ شبابك قل له خليه يجي هلا احسن لنا. معك حق معك حق. اخي بتقدر تجي لعند دغري؟ حبيبي هلا ما بقدر. بدي روح لبيت حماي يجيب لك المصاري. بيته بعيد. شو رايك 7 تمام كون عندك؟ اخي من ما بدك الساعه 7 بكون عند البيت وبجيب معك 200,000. لك يا روحي الله وكيلك ما معنا غير 150 دبرناها بألف يا وياه. مشيها ونصيبك ان شاء الله بالجنه. اخي تقرب عينك. خلاص 150,000 تقرب عينك ما بطيع معك.
بس وين هو؟ الساعة 7 هو ودقيقة هو. خلص خلص على عيني 7 إلا دقيقة كمان كون عندك خاطر. تمام هاي اللي 50,000 جاهزين خاطرهم. أنا راح أروح أجيب الطير وجاي. لك تعا تعا وين رايح؟ مرو ما لا يا مدام شو ما في ثقة فيا؟ مو ثقة يعني مو ثقة يعني حدا بيشتري سمك بالماي. أنا هيك دائما بقول للموظفين تبعاتي حدا بيشتري خضرة بدل مي. صاحبك تأخر كتير. طول بالك الغايب عزر معه طول لي بالك. أخي أنا رأيت أطلع في تليفون أستعولك يا ما بطول رأيت أطلع في تليفون أستعول وما طول. حبيبي شو ست هذا التليفون كمان؟ مشان أستعول هزاز تأخر كتير. لا يا حبيبي لا أنت لا بتحكي معه ولا هو اللي يحكي معك. أنا من هلا لربع ساعة إن إجا أهلا وسهلا ما إجا باي باي لندن نحن ماشيين. أخي طول لك بس تنفع أعطينا فرصة أخيرة خليني دخيلة أعطينا فرصة أخيرة هذاك أجلك دخيلة. يا حبيبي ليك 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 صاحبنا جاي جاي مع كتيبة كاملة ولا يهمك أنت بس خليك ثابت. لك وين كنت أغيت تأخرت تأخرت فيه؟ لحظة 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 يلا سزعف يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي إذا بتريد بدنا نشوف الطير مشان مرجينا الأخوة المساهمين. هلا كل هدول مساهمين؟ شرف حبيبي شرف. شرفوا شرفوا. هذا هو الطير النهر بذاته. هذا هو أصلي يعني مو مثل المرة الماضية اللي جبت لنا يا تركيب كورة. غلط يا مدام. هذا ياباني أصلي. روح أبدأ أبو قصي المبلغ أول. أبدأ منيح إيه؟ امسك روبي امسك. هذا هو الطير؟ ايه شايفه شو حلو امور وكربوش يا بيت وردي عدم مؤاخذة تأخرنا عليك انا حبيبي نحن بدنا نمشي انت بدك تدفع هذا الطير ولا شو؟ شو تمشي ما تمشي شو على كيفك شغلي؟ اعطيه ابو قصي هاي 50,000 ورقة شو هذا حبيبي جايبني عشرات ليرات كمان؟ ايه مشان تعرف انه تعذبنا لحتى لقيناهم بالزورع المحي الله تعرف يا حبيبي لو ما نزلناه 50,000 نيرات الترك تعطيك يا ايه سادي كمان نحن لولا المرضان الله يعينه كمان نحن ما كنا بدنا ياكل هذا من اساسه الكلام يعني قوله سنكوح مزبوط لو تشوفوا بس الشاب هذا المرضان قالب هيك والطبيب قال اذا ما بياكل قلبه وكبده بيموت لذلك شكرا كثير لكم لا مو حبيبي لا شكرا شكرا عفوا عفوا يلا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته مروان بس بدي افهم ليش ما شاركتهم كنت بساعتين ربحت 15,000 ليرة انت تاني كمان معقوله بدك اياني اشارك بك نصبي شو عرفك انه نصبي احساس شو صار لك انت تاني شو صار لك كمان بكري لعب فيك شو رايك احسن هيك رايك انت ايه على الهواء هلا انت بتطلع على الهواء تقعد جنب التليفون اذا حدا طلب السنكوح اجي هلا بيجي على راسي تعال 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 لك يا طولي بالي خلاص تفوز هاي لا يا ابو سامر لا يا ابو سامر انت شايف هي مضبوطه هيك احنا نوقف هون بالشارع ابو قصي كمان قلت لك بدك تمشي من سالم اللي لنا يا سلام شايف هي مضبوط هون بالشارع احنا ما قال لي هلا اسمعوني اذا قررتوا تستنوا خلينا نبسطه روح على بكي مضبوط اذا قررتوا تستنوا خلينا نستنى ونبسطه لانه جاي عاجبني خلاص تعالوا يا اخي انا بتخلى هون فما بدنا انا شو بدنا قررتوا انا نبسط هنا يلا يا عيني عليك يا ابو سامر يا عيني عليك ابو النوب اطلع لي من الهواء ايش نسيت انه وصلنا عليك تفضل يا شيخ تفضل
واحنا ابو سامر والله. والله يا ابو نور انا واحد بعجبك. لك انا ابو سامي على سن ورمح. انا واحد متعوب عليه. ميت اهلين يا ابو سامر، ميت اهلين. لعيونك والله ابو نور، لعيونك. يا عيني عليك يا معلم. يلا يلا خليني اتكسر. ايه شو قال يا اخي؟ الك 10,000 ليرة. يعني ما قلت لي يا ابو نور قديش بدك؟ خليه 15,000 معلم. الى عيونك ابو نور، خليه 15,000 ليرة. لك يا عيني عليك يا احلى معلم والله. ليك هلا عم يستنوا محضر اشرف مروان لتكون نصبي مثل ما قالت. ليكون طبعا نصبي، ليش ما تربوا من المعلم بيقول الله يذكره بالخير. ليك 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 امي ولي احكي جيها شلطه. انا نازل عندها. عادي هون وين نازله؟ بتضلي قاعده هون، ما بكفيني الا من شغلي واصله معي لهون. بتسهري هون بتنامي هون بس تنزلي تحت مافيا، مفهوم؟ مفهوم. لي ما احلانا واحنا سهرانين للصبح. أجنحة لحالة. ما هك أجنحة مثلك حبيبي. تعال اطلع لتعاني بدي احكي كلمتين شوي. وش قفتي اطلع؟ هذا طير النار، هذا طير القارة. شو حكينا؟ إلا طير النار.